وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم ففي ثلاثة: المرأة والدابة والفرس؟ لا تنافي بينهما ولله الحمد، لقد جمع العلماء بينه. أول شيء، عائشة رضي الله عنها أنكرت حديث إن كان الشؤم في شيء، أنكرته عائشة، ولكن الصحيح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الشيء مشؤوماً وأنهم يتعدى ضرره على الإنسان من دابة أو دار أو امرأة، هذا شيء يخلقه الله في الطبائع، فأنت تبتعد عنه، تبتعد عنه، لأن هذا من تجنب المحذور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا من باب الوقاية، هذا من باب الوقاية. ولا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الطيرة والعدوى، نفيه للعدوى، فقوله لا عدوى ولا طيرة هذا نفي لما كان يعتقده الجاهليون من أن المرض يعدي بنفسه، أما أنه ينتقل المرض بإذن الله عز وجل فهذا موجود. ولهذا نهى عن مخالطة المجذوم، وحينما يقع الطاعون في بلد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول في البلد، ومن كان فيه فلا يخرج، هذا من باب الوقاية من الأسباب. كذلك الدار والدابة والمرأة، إذا كان الله خلق فيها الشر فأنت تبتعد عنها. نعم.